ونحن خلال أسبوعين سوف نستضيف منتدى للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية. العالم الآن يواجه لحظة تاريخية. القرارات المهمة التي تتخذها اليوم سوف تؤثر على المسار في المستقبل لعقود قادمة. واستثماراتنا الآن أصبحت أهم من أي وقت مضى. لذا معا دعونا نستمر في العمل معا لكي نشهد هذه اللحظة التاريخية التي نستثمر فيها كلنا معا ولإيجاد شركاء جديد والاستفادة من رأس المال، لأن الاستثمار في الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل هو في صالح كل دولنا. عندما نستثمر في الاقتصادات الناشئة كل الاقتصادات تستفيد، وعندما نستثمر في المستقبل فكل شعوب العالم تستفيد. مرة أخرى شكرا لكم على وجودكم هنا اليوم، وأتطلع للعمل معكم جميعا. وسوف أعود الكلمة مرة أخرى إلى رئيس الوزراء الهندي. شكرا لك. الآن ندعو ولي عهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية لإلقاء كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا جميعا اليوم، يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب للتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن امتدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة الحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية. كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات العبور لجميع الأطراف. الحضور الكرام، من تحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها وفق الإطار الزمني الذي سيتم الاتفاق عليه In conclusion, I'd like to commend the PGII launched by President. أن أتقدم بالشكر على هذا الممر الذي أطلقه الرئيس باردن بمشاركة المملكة العربية السعودية وعشرين مليار دولار مشاركة. نتطلع إلى تكامل هذا الممر والمشروعات الأخرى، وأيضا أتقدم بالشكر لهؤلاء الذين عملوا معنا للتوصل إلى هذه الخطوة المؤسسة لإقامة هذا الممر الاقتصادي الهام. تحياتي لكم جميعا. شكرا لك صاحب السمو. الآن أدعو رئيس المفرصة المفوضية الأوروبية لتلقي كلمتها. أصحاب السمو، أصحاب السعادة، مر عامين منذ إطلاقنا لهذه الرؤية المشتركة، الممر الاقتصادي بين أوروبا الشرق الأوسط والهند لتعزيز البنية التحتية في الدول المتوسطة الدخل ومنخفضة الدخل. واليوم كثير من المشروعات يتم تنفيذها، ونقدم مشروعين من هذه المشروعات اليوم. أولا مشروع أوروبا الممر الاقتصادي بين الهند الشرق الأوسط وأوروبا، هذا إنجاز تاريخي. سوف يكون أقوى رابط مباشر بين الهند والخليج العربي وأوروبا من خلال سكك حديدية، سوف تجعل التجارة بين الهند وأوروبا 40 مرة أسرع بكابلات كهربائية وخطوط طاقة نظيفة لتعزيز التجارة في مجال الطاقة بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مع كابلات تربط كذلك أكثر الأنظمة الرقمية تطورا في العالم وتخلق فرص للأعمال والاستثمارات طوال هذا الممر. هذه هي الاتصالات الجديدة الأحدث في عالم الغد، أقصر أطول وأنظف. وهذا الممر هو أكثر من مجرد سكك حديدية أو كابلات، بل هو جسر أخضر بين الحضارات والقارات. وهذه هي كذلك روح المشروع الثاني الذي نعلن عنه اليوم،
وهو الممر عبر أفريقيا الذي سوف يربط ميناء لوبيتو في أنغولا بكونغو وكذلك كابابيلت في زامبيا. هدفنا ليس فقط ربط المناطق الحبيسة التي ليس لديها سواحل، ولكن كذلك الاستثمار في سلاسل القيمة في الطاقة النظيفة وكذلك تطوير القوى العاملة المحلية. هذه هي روح هذا الممر، وهو نهج جديد لتطوير استثمار في البنية التحتية، وهو مرتبط بالتشارك في الرفاه وكذلك الفائدة الحقيقية لكل الشركاء. شكراً. شكرا لك. الآن أدعو رئيس فرنسا لكلمته. شكرا لكم. لقد ذكر كل شيء بالفعل، لذا ليس لدي أي إضافة. أود أن أشكر رئيس الوزراء مودي على تنظيم هذا الاجتماع والرئيس الأمريكي بايدن للمشاركة معنا في هذا الاجتماع، ونحن ملتزمون بهذا المشروع ونتطلع للتعاون مع الأصدقاء. وقد تحدثت عن هذا مع سمو الشيخ محمد بن زايد وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان. كل شيء قد ذكر من قبل بالفعل، لذلك الآن نحن في المفوضية الأوروبية ملتزمون بأن نستثمر معكم في هذا الممر، وهذا مشروع مهم للغاية من آسيا عبر الشرق الأوسط حتى آسيا لتحقيق الربط بين كل تلك المناطق. ونود أن يصبح هذا المشروع حقيقي، ونتأكد أنه بعد هذا الالتزام سوف نحصل على نتائج ملموسة، وكذلك أن يكون لدينا أول ممر للتجارة الخضراء بمعنى صافي صفر انبعاثات كربون باستخدام أفضل التكنولوجيات، والهيدروجين الأخضر يصبح جزء من هذا المشروع، ونستفيد كذلك من كل التطورات. وأعتقد أن هدفنا الآن هو أن يكون لدينا عملية عادلة وأن نقدم الكثير من الفرص للتصنيع في الدول المختلفة والتعاون لبناء تلك الطرق والابتكارات المرتبطة بتلك الطرق. لا أود أن أتحدث بشكل مطول مرة أخرى. شكرا لكم، هذا حدث مهم للغاية ونحن ملتزمون معكم. شكرا لك. والآن أدعو المستشار الألماني لكلمته. شكرا ميراندا وجو على وجه التحديد لعقد هذا الاجتماع. أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن أطلقنا هذه الشراكة للاستثمار والبنية التحتية العالمية في العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهذا الممر يسهم في رأب الفجوة الاستثمارية في مجال البنية التحتية كما ذكر الرئيس ماكرون عن هذه المبادرة وكل الأنشطة التي تحدثنا عنها اليوم. فهذا مهم للغاية، وأنا لا أود أن أكرر ما ذكر بالفعل. أولا نحن نريد أن نتأكد من تنفيذ مثل هذا المشروع، لأنه بالنسبة لي علينا أن نعمل على المؤسسات التي تستطيع أن تعمل على التمويل، ولهذا أعتقد أنه من المهم كذلك أن نتعاون مع البنك الدولي ونجعل عمله ناجحا. وألمانيا سوف تسهم ب 305 مليون يورو إضافية، وهذه هي أحد الجوانب المرتبطة بهذه الأنشطة هنا. ونحن نحاول كذلك أن نعمل مع أفريقيا، والاتفاق مع أفريقيا سوف يتجدد في اجتماع في برلين في شهر نوفمبر من أجل تطوير البنية التحتية وتطوير الاقتصادات. شكرا لك. الآن